السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ويوم جديد و3 أغسطس 2018. ده طبعا حلقتنا النهاردة، وبتشاهد أو بتشهد اليوم الأخير في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري 2018-2019 اللي بدأت فعالياته يوم 31/7/2018 باللقاءات كلها اتلعبت. التسع لقاءات اتلعبت، كل الفرق لعبت. الاتحاد السكندري تعادل مع المقاولين 1-1، بتروجيت تعادل مع الزمالك 0-0، الداخليه تعادل مع وادي دجله 1-1، الانتاج الحربي فاز على حرس الحدود 2-1، نجوم المستقبل او نجوم اف سي تعادل مع طلائع الجيش 0-0، الجونه خسر من المصري 1-0، الاهلي تعادل مع الاسماعيلي 1-1، مصر المقاصه خسر النهارده من سموحه 1-2، وبيراميدز بيفوز في اولى لقاءات في الدوري الممتاز على ام بي 1-0 بهدف لمجدي قفشه في الدقيقه 94. في الجزء الثاني النهارده من حلقتنا ان شاء الرحمن في ملعب الاهلي هيكون معانا كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني، هنستعرض كل المباريات، هنتكلم في افضل الفرق اللي ادت من خلال الاسبوع الاول، افضل اللعيبه، افضل الاجهزه الفنيه او المدير الفني من وجهه نظرهم. طبعا الكلام لسه بدري، انا بتكلم في الاسبوع ده بس، يعني الحاجات اللي ذكرتها في الاسبوع الاول بس. وجهه نظر الشخصيه يعني اعتقد ان الاسبوع كله بعد ما اتلعب شفنا كل الفرق قريبه من بعض، كل المستويات قريبه جدا جدا من بعض، كل الفرق محتاجه انها تشتغل على نفسها بما فيهم الاهلي، يعني بما فيهم الاهلي محتاج ان هم يشتغلوا على نفسهم. كل الفرق قريبه جدا في المستوى، شايف مفيش فرقه لفتت انتباهي على المستوى الشخصي. هيبقى معايا كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني هيقولوا رايهم طبعا، وانتوا كمان على صفحتنا، على صفحتنا الرسميه على فيسبوك، قولوا رايكم في الموسم، قولوا رايكم في الاسبوع الاول، قولوا رايكم من خلال مشاركاتكم معانا على صفحتنا على الفيسبوك. لكن اقول وجهه نظر زي ما شرحت لحضراتكم او بقولها مع حضراتكم، اعتقد ان المستويات قريبه جدا، الموسم هيبقى ساخن جدا جدا، وان كان الاسبوع الاول مش على قدر المنتظر او اللي احنا كنا مستنيينه، بس متهيألي ان العجله ممكن، المكنه ممكن تطلع قماش بعد شويه، بعد شويه نشوف مستويات احسن، نشوف سرعه في الاداء اكتر، نشوف رتم احسن بكتير. لكن لحد دلوقتي من خلال التسع مباريات اللي اتلعبت لحد دلوقتي كل الفرق اعتقد ان المستويات قريبه من بعض او شبيهه لبعض، وده هيزود من سخونه الدرع او هيزود من سخونه المنافسه. كل الفرق محتاجه تشتغل على نفسها زي ما قلت لحضراتكم بما فيهم النادي الاهلي، مفيش فرقه لفتت انتباهي او خدت اعجابي او اتشدت ليها بشكل كبير قوي كفرقه مسيطره قوي، يعني مستحوذه قوي، فيها رتم سريع، فيها تقل، امتى تسرع الهجمه وامتى تبطئها، امتى يبقى عندها التحكم في رتم اللقاء، امتى عايزه تزود رتم السرعه في الهجمه، عندها المفتاح بتاع الهجمات. ما لفتش انتباهي اي فرقه من التسعه كفرق مستوى بعيد قوي عن الباقيين، كل الفرق قريبه من بعض زي ما قلت لحضراتكم واشرت قبل كده. فمحتاج ان احنا نشوف الاسبوع اللي جاي اللي هيبدا بكره على طول بمباريات هنذكرها مع بعض في الجزء الثاني يعني. لكن زي ما باكد دي وجهه نظر الشخصيه، ومستني ردودكم كمان على صفحتنا، على صفحتنا الرسميه، صفحه النادي الاهلي على او صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك، تقولوا لي من خلال مشاركتكم مين افضل فرقه عجبتكم، افضل اداء، افضل لاعب لفت انتباهكم. لكن على المستوى الشخصي مش شايف ده مستويات بعيده او فروق بعيده، كل الدنيا قريبه. يمكن اتفرجت حتى على النهارده على مباراه مصر المقاصه مع سموحه وبيراميدز مع انبي، مصر المقاصه مع سموحه المباراه حلوه مش وحشه، يمكن مصر المقاصه الشوط الاول كان احسن، الشوط الثاني سموحه احرز هدفين وفاز باللقاء. مصر المقاصه الفعاليه الهجوميه متاثره قوي بغياب جون انتوي، الفعاليه الهجوميه او الانياب الهجوميه مش واضحه ومش ظاهره، فبيوصل كتير قوي لكن اللمسه الاخيره على المرمى مش موجوده. سموحه استغل قدره مهاجميه في ان هو يحرز هدفين، كان له تفوق في النتيجه وهتساعده طبعا في اللي جاي. لكن باكد ان الفرق كلها قريبه من بعض، وعلى اللي عايز ياخد بطوله الدوري يشتغل على نفسه الاول، ما يبصش لحد، ما يبصش لنتائج حد، يبص في النتائج نفسه الاول. هنشارك مع بعض وهنتكلم مع بعض من خلال كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني في النص الثاني من الحلقه النهارده، ومن خلال كمان مشاركتكم كنتوا معانا على صفحتنا الرسميه، صفحه ملعب الاهلي، وعلى قناه الاهلي من خلال الفيسبوك. طيب من امبارح كده يمكن بدانا نسمع شويه حاجات كده. طبعا الدوري طويل وبتمر بمراحل صعبه ومراحل فيها
بتبقى جيد في المستوى واللي قدر الله النتيجه مش في صالحك، بتبقى متفوق والنتيجه مش في صالحك، بتبقى مستواك قليل شويه والتوفيق يبقى معاك، ده وارد في الكوره. نتائج ممكن تتاثر معاك، ما تقلبهاش دراما، ما تبقاش الدنيا كلها خنيقه ومش شايف مش طايق نفسك والدنيا مش سودة قدام، مفيش كده في الكوره. انت بتلعب دوري يعني كل شويه فيها حاجات متغيره، فلازم اليوم يعدي وتبص للي بعده على طول. النهارده عدى حلو مر، فوز هزيمه تعادل، لازم تبص على اللي بعده على طول، تشتغل على نفسك زي ما قلت لحضراتكم. لازم يبقى عندك الفرقه كلها قريبه جدا من بعض من خلال المشاركات، حتى اللي ما بيشاركش لازم يتحضر بشكل كويس، يبقى في كلام كتير معاه، لان انت هتحتاجه بعد فتره، هتحتاجه في وقت هتبقى في غيابات، في اصابات، في مستوى قليل شوية. فالكل لازم يكون جاهز، لو مش جاهز فنيا لازم يكون جاهز نفسيا، معد او معد بشكل كويس قوي على المستوى الذهني والنفسي، ان انت تدخله في مباراه مهمه تبقى نتيجتها مؤثره في مشوارك في الدوري او في الترتيب ولا حاجه. فلازم اللي انت محتاجه ده يكون متحضر كويس. لكن الدوري بيمر بحاجات كتير جدا جدا جدا، كل الناس لازم تكون مستعديه في مشوار الدوري، وخصوصا كمان الفرق اللي زي الاهلي مثلا اللي بيشارك في البطوله العربيه، بيشارك في البطوله الافريقيه، بيشارك في بطولات محليه سواء دوري او كاس. ففي متغيرات وفي حاجات كتير جدا بتحصل اثناء الموسم، الفصل، ضروره الفصل ما بين بطوله وبطوله، ضروره الفصل ما بين احتياجك لمباراه والاخرى، الهدف من مباراه واخرى، المرحله من مباراه واخرى. اكتر حاجه يعني لفت انتباهي لحد دلوقتي في التسع مباريات اللي اتلعبوا بكل الفرق 18 فرقه، ان ما فيش فرقه عندها التقل اللي اقصده، التقل الفني اللي هي تبقى الفرقه اللي هي تحس ان هي بعيده شويه بمستواها عن الفرقه الاخرى، يعني هي المسيطره قوي. لا، ده في جاب كبير قوي ما بينها وما بين الفرقه اللي بتلعبها، فده ما شفتوش لحد دلوقتي. امبارح كانت مباراه الاهلي و الاسماعيلي، النهارده قبل ما اخد في ماتش امبارح والحالات اللي كان فيها جدل شويه، زي ما قلت لحضراتكم مصر المقاصه خسرت من سموحه 2-1، يبقى كده سموحه مع المصري مع الانتاج الحربي مع بيراميدز النهارده حققوا الفوز. دول الاربع فرق الوحيده اللي حققوا الفوز، الانتاج الحربي وسموحه والمصري وبيراميدز. والغريب في النتائج الاربع ان سموحه 2-1 والانتاج الحربي 2-1 والمصري 1-0 وكمان بيراميدز 1-0. مباراه انبي وبيراميدز كانت متكافئه لحد كبير، يمكن الريتم برضو بطيء شويه من هنا وهنا، لكن الاثنين عندهم استعداد كويس، الاثنين عندهم قدرات مقبوله شويه، ممكن نشوف منهم حاجات احسن في اللي جاي. لكن طبعا بمهاره فرديه المجد قفشه قدر ان هو يخلي بيراميدز يتفوق في اللقاء في اولى لقاءاته، اللي خلي بالكم المستويات قريبه وبيخلي المنافسه زي ما قلت هتبقى شرسه جدا. دي كانت نتائج النهارده. امبارح كان في جدل على المستوى التحكيمي في مباراه الاهلي والاسماعيلي. انا مش بتكلم على كابتن جهاد جريشه، انا مقتنع بيه جدا جدا ومتاكد ان هو واحد من الناس النزيهه جدا في عالم التحكيم، سواء كان على المستوى المصري او المستوى العربي او المستوى الافريقي، محدش يقدر يتكلم في حاجه زي كده ابدا ابدا. لكن في ساعات يعني وانت بتتابع تحليلات او تقييم لاراء حكام، وخصوصا كمان بعد ما انتشار الفضائيات او انتشار القنوات الفضائيه وبعض المحللين الموجودين في القنوات الفضائيه لهم منا كل التحيه والتقدير، لكن في حاجات بتلفت انتباهي مثلا، يعني في حاجات ما بتجابش خالص مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال ممكن كره وليد ازارو امبارح ما حدش جابها خالص، يعني ما فيش استوديو تحليلي في اي قناه تانية جابها.